كثيرون هم من ينتظرون فصل الصيف لاكتساب اللون البرونزي، لكن يا ترى ما تأثير الجلوس مطولا في الشمس لاكتساب اللون، وما تأثير الشمس الحارقة على جلدنا على المدى الطويل؟ للحديث حول الموضوع وحول آخر منتجات للحماية من الشمس، نرحب معا باستشارية الأمراض الجلدية الدكتورة غنيمة العمر. صباح الخير. صباح الخير أخوي جاسم. حياك الله. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. مع قدوم الصيف والحر جاي وفي ناس تحب الشمس، خلونا نتكلم أول شيء دكتورة عن تأثير الشمس على الجلد. خليني أقول لك إياها، الشمس لها عدة فوائد. احنا نحتاج الشمس حق يكون مصدر حق الغذاء عندنا حق النباتات، ونحتاج الشمس كمصدر أساسي حق فيتامين دال. للأسف مع وجود الشمس اللي عندنا في الكويت، كثير من الكويتيين يعانون من نقص فيتامين دال، وهم لا هذه آثار على البشرة وعلى الشعر. احنا ما عندنا ثقافة حق طريقة التشمس بالمختصر بالعامي. ليش؟ لأن احنا عبالنا عشان لازم نتسمر لازم نقعد لما تكون الشمس حنانية عامودية على سطح البشرة وليل مغرب. فهذا يكون قلة ثقافة أو وعي حق الشمس. الشمس جدا مفيدة، لكن لو تذكر أبهاتنا قبل لما الياهل يحوشه بصفار، متى يحطونه؟ على أول ما تطلع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر الساعة 6-7. ليش؟ لأن أشعة الشمس ما تكون عمودية، فما تكون حارقة، تكون على درجة معينة أو ميلان معين. صح. فتاخذ من الشغلات المفيدة منها بدون ما نتأثر حق الشغلات الضارة منها. فإذا احنا نبي نتشمس، في طرق جديدة وحديثة عشان نعرف حق طريقة الوعي. أولا ان نتحاشى ان نقعد تحت الشمس الحارقة قبل بعد الساعة 10، يعني من 10 للـ4، هذه احنا نعتبرها فترة الخطر. لأن الشمس تكون عامودية على سطح البشرة وعلى سطح الأرض، فممكن تعطينا الآثار الضارة من الشمس اللي تصير فيها الحروق. فيعني يا قبل الساعة 10 أو بعد الساعة 4 لما تنكسر الشمس. لما يقول لك حق لما تنكسر الشمس، لما تكون الأشعة ما راح تكون عمودية، راح تكون بميلان معين. فهذه ممكن تاخذ فوائد الشمس وممكن تعطيك اللون التانينج الحلو الخفيف من غير حروق، انزين، وتستفيد من الشمس بنفس الوقت. لكن لما أنت تقعد، وإحنا نلاقي وايد اعتقادات خاطئة من السيدات ومن الشباب، حتى تلاقيها بسطح البيت فوق تفرش لها، حتى مو على البحر، سطح البيت، وتقعد لما تكون الشمس حنانية ساعة 2 الظهر تقعد، فتلاقي عندنا كثير من الحروق. صح. تسلخات، التهابات جلدية، وظهور التجاعيد. وقاعد نلاقي في الكويت الحين ظهور سرطانات الجلد، وهي مرتبطة ارتباط مباشر مع التعرض حق أشعة الشمس. احنا الأطفال إذا تعرضوا حق حروق عميقة حق أشعة الشمس عمر مبكر، هذا يزيد قابليتهم حق سرطانات الجلد على المدى البعيد. فنلاقي الحين قبل احنا نلاقيها هذه في الدول الاجنبيه. ليش؟ لان معدل الالترا فايلت او الاشعه الفوق بنفسجيه تكون اعلى من المستوى الطبيعي. مو قليل، احنا عندنا يعني مرض الكانسر في الجلد، احنا عندنا قليل بس الحين طريقه التانينج عشان اكتساب لون السمره او البرونز، استخدام التانينج باد او التانينج صالون او التشمس بطرق غير سليمه، قاعد نشوف ظهور سرطانات الجلد اللي احنا ما تعودنا ان نشوفها من قبل. يفرق من شخص الى شخص طبعا. احنا ليش نقول مثلا في الدول الاجنبيه او الدول الاوروبيه عندهم سرطانات الجلد اعلى منا؟ اولا لان قلت لك اول شغله معدل الاشعه الفوق بنفسجيه تكون عندهم جدا عاليه. طبيعه لون الجلد لو تلاقيهم ان وجود الشقار، العيون الزرقاء او البشره البيضاء ما عندها حمايه. شوف سبحان الله، يعني ربك يحط حمايه اوريدي على قولتهم بيلد ان، كانها مبنيه من الاساس. الحمايه تفرق من نوع لون الجلد للثاني، يعني الدرجه الاولى، الثانيه، الثالثه، الاربع. مثلا انا 3 حضرتك 4. ليش يفرق معانا؟ وجود الخلايا الصبغيه اللي تكون مثل الفلتر حق اشعه الشمس. فانت لو نقيس وجود جلدي على جلدك، انت عندك حمايه حق اشعه الشمس اكثر مني. زين اقعد اطول انا اتشمس يعني. انت تطول، ممكن تطول، يمكن انا احتاج وقت اقصر عشان احترق، انت تحتاج وقت شوي اطول مني. ليش؟ لان انت اوريدي عندك حمايه مبنيه داخل خلايا الجلد. بس دكتوره انا لو اقعد ساعه اصير ماكو. شوف انت قلت ساعه والله وغلط انك تقعد ساعه. ساعه انت تقعد من غير حمايه. خليني اقول لك اياها، ساعه تحت الشمس الحارقه
في اوقات مثلا تكون الساعه 12 او 1 لما تكون الاشعه اي من غير حمايه إيه؟ اكيد راح تحترق. يعني ايا كان الشخص قاعد راح يحترق. ليش قاعد اقول لك اياها؟ طريقه اختراق الاشعه حق الجلد انت ما عندك حمايه، مثل واحد ما مثلا ما يكون لابس ملابس وتعرضه حق مثلا الجو البارد او الجو الحار. وجود الحمايه شيء اساسي، الجلد اوريدي في حمايه بس نحتاج حق حمايه فيزيائيه تكون موجوده في حمايات الكريمات الحمايه ضد الشمس، موجوده تعطيني الحمايه الفيزيائيه والكيميائيه على اساس انها تعطيك حمايه كامله وشامله حق الجلد. حلو، انزين دكتوره لو في كريمات فيها حمايه، في كريمات صح انت مع الكريمات لازم نحط كريمات للتشمس للون اللي فيه البرونزي، وفي ناس يحطون ماني متكلم فيه مواد ثانيه سبراي غير مشروب غازي غير وايد في. انت لما نتكلم عن الحمايه ايا كان طلب الشخص انه يبي يكتسب لون السمراء او لون البرونزاج لازم نحط فيه حمايه. الحمايه احنا عندنا انواع، في حمايه 10 15 20 30 50 ل 100. صح، شو اللي يفرق من الرقم هذا؟ شو يعني يسمونه الاس بي اف او السن بروتكشن فاكتور او عامل الوقايه الموجود داخل الكريم هذا؟ حلو، هم في اساسين موجودين داخل الحمايه، حمايه فيزيائيه او حمايه كيميائيه. والمركبات الجيده اللي احنا نعتمدها كاطباء جلديه لازم يكون عندنا الاثنين، الحمايه الفيزيائيه والحمايه الكيميائيه. احنا نفضل تكون الحمايه الفيزيائيه اكثر من الكيميائيه لسبب واحد، لان احنا عندنا الاشعه الضاره اللي هي الالترا فايلت الف، عندنا الاشعه الفوق بنفسجيه الف وباء، الضاره الف اللي هي مسببه حق التجاعيد سرطانات الجلد. حلو. القله القليل من المركبات الكيميائيه اللي تسوي لها بلوك ما تخليها تدخل داخل الجلد، لكن اذا كثرنا من الكيميائيه راح تلاقي ان اللون الكريمي يصير ثقيل ما يكون مرغوب ان المريض يحطه، فلازم صح. ناخذ البالانس حق الشغلتين هذه. اي هو افضل رقم؟ خليني اقول لك المينيمم لازم نحتاج 30. أوكي. 30 كحد ادنى عشان تعطيك الحمايه اللازمه عن الأشعة الضارة. أي الأفضل 50 60. 50 60 طبعا حق الناس، أنا 30 حق الشخص العادي، 50 حق الناس اللي عندهم حساسية ضوئية أو مثلا يتحسسون عند تعرضهم حق الشمس. لما نقول 50 ولا 100 أنا يمكن للأمانة هذا البيج جمب، هالرقم يمكن حق ناس معينة، يعني مو الكل يحتاج انه يحط 100 ولا الكل يحتاج انه يحط 50، لكن طبعا كل ما زاد الرقم كل ما كان افضل، بس هل وجود اني احط 100 افضل من 50؟ طبعا راح يكون النسبة يمكن ما تتعدى 5%، بالاضافة ان في دراسات حديثة ان في بعض الشركات تسعى ان تقول لك لا ال 100 ممكن تكون حمايتها الدبل، لحد الحين ما كانت في دراسات كافية انها تعطينا هالشغلة، بس كرقم معتمد وعلى قولتهم المينيمم الحد الادنى اللي نبدي فيه 30 حق الشخص العادي، 50 في حاله اذا في عندك حساسيه تلامسيه حق الضوء او حق الشمس. وطريقه وضع الحمايه جدا مهم، لازم تحطه قبل لا تتعرض حق الشمس بنص ساعه، انه يحتاج ان الكريم يتفعل. يعني احنا شنو طريقتنا؟ طبعا يكون جسم ناشف، يكون ناشف رطب ما في مشكله، انه ينحط نص ساعه قبل التعرض حق الشمس. وايد في عندك اعتقادات خاطئه، ينحط ويطلع من غير ما يشتغل، يعني انت حط ببالك ان الكريم ما راح يشتغل الا بعد نص ساعه. انزين، ومده الحمايه 3 إلى 4 ساعات، وفي اعتقادات خاطئه تقول لك ان انا اذا غسلت وجهي ما ارد احط، لا لازم ينحط، حتى لو في بعض الماركات اذا طبيت تسبحت وطلعت ترد تحطه مره ثانيه. ليش؟ لانه ما في شيء يقول لك انه مضاد للماء، في مع انه وايد شركات تجاريه تقول لك انه ووتر ريزيستنت او مقاوم حق الماء. هذا غير سليم. الحمايه تروح مع الماء، فاذا لما داخل البحر انت اوريدي حاط، لما تطلع تبي تقعد تحت الشمس اذا لازم تبدا تحط. وفي الحين طرق كثيره، الحين في عندك السبراي. صح، سبراي يريحك وايد اسهل. انزين، حق الاطفال، الاطفال ما يحبون يتدهنون، وجود السبراي يعطيك تغطيه كثيره حق الجسم ووايد سهل، وحتى الكميات اللي استخدمها اكثر. حق السيدات مثلا اللي تكون مثلا حاطه مكياج تقول لك انا شلون برد احط الحمايه مره ثانيه، في بعض الحمايات على شكل بودره فممكن تنحط
فوق المكياج عشان تغطيها حق فتره اطول. متمكيجه؟ ها؟ اقول متمكيجه بعد؟ ولازم انا حق السيدات دائما وضع الحمايه قبل اضافه المكياج، انزين في بعض مثلا الفاونديشن او مركبات الاساس فيها حمايه 10 15%، هذا لا يغني ان نحط لازم حمايه قبل وضع المكياج، بحيث انه يتم حمايه البشره قبل وضع المكياج. انزين التشمس هل هو صحيح انه يروح التجاعيد او يشد الجسم او قالوا حتى البطن حتى كله يحرق الدهون هذه كلها؟ خليني اقول لك اياها، التعرض الجلد حق الشمس يسبب لك حاله من الالتهاب الجلدي، فتلاقي الجلد يورم، فتلاقي شويه تايت مسموت، فيعطيك ان الشكل انه شد. اي لكن الشمس عامل اساسي ومباشر حق تكسر الكولاجين والالاستين اللي موجود داخل البشره ومركبات الهايلورونيك اسيد. بالعكس الشمس عامل مساعد ومسرع حق اظهار التجاعيد. احنا وايد قاعد الاقي انا مثلا حق البنات الصغار يعني اللي يستخدمون، يعني مو مفيده الشمس؟ شوف الشمس مفيده، بس قاعد اقول لك اياها، يعني خليني اقول لك اياها، لو تركب على المسكنات العاديه تسكن لك الالم، بس لما تاخذها بجرعات كثيره ممكن تاثر وتعطيك تلف في الكبد. فقاعد اقول لك كل شيء فيه اعتدال زين، لكن على قولة اوفر دوينج او انك تاخذ حق الاكستريم ممكن لها اثار جانبيه كثيره. انزين يفرق من ديره الى ديره، لان في ديره يعني نروح لها علشان نبي نتشمس نبي نتسبح، لا فانا مسافر كله بتسبح، فاذا كذي ما راح. خليني اقول لك يا شغله، مو من ديره لديره، من سيزن لسيزن. في ناس وايد يروحون يسوون سكينج تزحلقون بالثلج، صح الشمس تكون غيم وماكو شمس، يقول لك ما نحط حمايه. تدري ان الحروق ليش؟ لان الثلج يكون مثل مراه عاكسه حق اشعه الشمس، لما تنزل اشعه الشمس على الجليد الجليد يكون مثل المراه العاكسه، فيعطيك الانعكاس على الجلد فيعطيك. فحتى بموسم الشتاء ولما تكون الدنيا غيم وما في شمس لازم تنحط. ودائما الدول الاوروبيه معدلات الاشعه الفوق بنفسجيه ترى اكثر من الكويت، يعني مثلا انا مثلا معناها انا مثلا متغطيه ومتحجبه ما عندي مشكله لما اطلع بشمس الكويت، لكن اروح حق بعض الدول الاوروبيه ممكن اذا ما حطيت حمايه ممكن اتحسس ويطلع لي مثل الطفح الجلدي او احمرار، لان معدل الالترا فايلت عندهم اعلى من الكويت. يعني حتى لو سافرت دوله اوروبيه او اخلي تشمس مالي بعد العصر او الصبابيح وحط، يعني في كل ديره راح اطبق هذا ولا، ويفضل انك بعد يكون تحت مظله انزين على اساس انك تحتاج انك تاخذ شويه ظلال ومع وجود الحمايه. في ناس اقول لك اوكي ما يخاف تقدر تستخدم، اذا تبي تكتسب لون السمره هذه حط الحمايه على الاقل 20 او 25 على الاقل، يعني سوي لك بلوك على 50 او 60% من الاشعه الضاره، لان انت مو كل الاشعه اللي موجوده بالشمس ضاره. انزين في اشعه مفيده على الاقل نكتسبها، بس نتفادى ان نقعد مده طويله اكثر. انزين الاطفال شو نسوي فيهم؟ الاطفال المشكله احنا مو مشكله الاطفال مو بس وقت الصيف، يعني شوف الصيف من احلى المواسم صراحه، وقت الاجازات، وقت الشخص اللي يطلع مع عياله مع عائلته، وقت البحر، النشاطات البحريه، الناس تطلع الشاليهات، فتنقلب نقمه علينا لان عشان ما عندنا الوعي. الاطفال مو بس بوقت الصيف، حتى وقت المدرسه انزين لما يطلعون بوقت الفرصه او بوقت البريك لما يتعرضون حق الشمس، اذا ما كانوا تحت الظلال او مثلا ما في وعي من الام او المدرسه انه لازم في وقايه حق الشمس، لو سبراي الصبح، لان شو يصير؟ يلعبون الالعاب برا انزين، يلعبون بالدوارف برا، كرة القدم حق الاولاد انزين، هذه كلها نشاطات خارجيه اوتدور اكتيفيتيز تعرضهم حق الشمس، والطفل جدا سريع انه تتبخر منه الرطوبه من البشره، فتخليه عنده نشفان ويعرق زياده اكثر من الشخص الطبيعي، وتلاقيه بسرعه يحتر، فتلاقيه بسرعه يقط ملابسه، فتكون عرضته حق الشمس اكثر. صح. الوقايه الاطفال اذا احنا حمينا اطفالنا هذا يقلل نسبه اصابتهم بالاثار الجانبيه حق الشمس على المدى البعيد مثل السرطانات وغيرها. فنحاول ان ما نطلعهم مبكر ونحاول ناخر طلعتهم. والحمايه ترى الحمايه، يعني انت لما تقول مثلا
كل شخص يسوق سيارة معرض انه يسوي الحادث، لكن اتباع ارشادات المرور ولبس حزام الامان يقيك. فالوقاية اللي هي وايد الاساس، احنا ما نقدر نقعد ببيوتنا نقول ما نبي نطلع من الشمس، انا نخاف من الشمس، لكن قلت لك هذه الثقافة والتوعية اللي احنا نعطيها حق المرضى. كلمة أخيرة بمناسبة موسم الصيف. أتمنى لكم صراحة صيف سعيد إن شاء الله، ورمضان إن شاء الله راح يجينا هالسنة بالصيف. أي. الله يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله وإن شاء الله يكون صيف سعيد حق الكل، بعدنا لهالسنة ما شاء الله 3 أشهر الإجازة. فإن شاء الله يكون صيف سعيد وحياة سليمة، من الشمس ويديرون بالهم يشربون ماي ويقعدون بالظلال إن شاء الله. قوات الله كانت ويانا. حياك الله يا أخوي. كانت ويانا الدكتورة غنيمة نعمر استشارية أمراض جلدية. الحين ناخذ لنا فاصل صغير ونرجع لكم.